السلام عليكم، مساء الخير اخوان. كيف طريقة حل هذا السؤال؟ طريقة حله جدا بسيطة. طبعا ايش يقول find the thevenin equivalent add norton، اللي هي thevenin add norton equivalent. تمام، add terminals من اي لبي، اللي من هنا من هنا الى هنا. طيب منتهى البساطة، اول شيء نروح ناخذ الواحد امبير مع الستة اوم ونسوي له سورس ترانسفورميشن، بحيث ان واحد ضرب ستة تساوي ستة فولت، تساوي 6 فولت، والستة اوم تصير سيريس مع الستة فولت. حلوين حلوين. طيب بعد كذا ايش نسوي؟ نروح نجمع الستة فولت مع الاربعة عشر فولت، حلو، والستة مع الاربعة عشر. ستة زايد اربعة عشر 20 فولت، ستة زايد اربعة عشر 20 اوم. حلوين حلوين. بعدها نستخدم السورس ترانسفورميشن مرة ثانية عشان نحول الشيء هذا هنا الى الشيء هذا هنا، اللي هي تصير 20 تقسيم 20 1 اوم، والعشرين اوم تنزل زي ما هي هذه هنا. بعد كذا ايش نسوي؟ بعد كذا نروح نجمع طبعا قانون الجمع في الـ الكرنت او في الفولت، في اي شيء. اذا اختلفت الاسهم، هذا سهم فوق وسهم تحت، صح؟ خلاص نثبت السهم. اول شيء نشوف الكبير من هو. الكبير هو 3 امبير. دائما الكبير هو 3 امبير، السهم راح يكون على تحت. ناخذ دائما العلامه حقت الكبير، ممتاز. بعدين 3 ناقص 1 تساوي 2 امبير. وناخذ ال 20 مع الخمسة بارلل، 20 مع الخمسة ناخذهم بارلل تطلع 4 اوم، وتصير بالشكل هذا. الشكل النهائي يصير زي كذا، 2 امبير السهم على تحت، وهذه الأربعة اوم. طبعا الفي ثيفنين هنا، كيف نجيب الفي ثيفنين؟ خلاص نفس اول سؤال في المجلد، تتذكرونه، اللي جينا ضربنا الكرنت في المقاومه طلع لنا الفي ثيفنين. فالسهم هنا على تحت، صح ولا لا؟ السهم على تحت، فمعناها سالب 2 ضرب 4 تساوي سالب 8 فولت، هذا الفي ثيفنين. طيب الار ثيفنين كم؟ ما عندنا الا 4 اوم، خلاص هي الار ثيفنين، هي اللي هي الار نورتن. ار ثيفنين تساوي ار نورتن تساوي 4 اوم. طيب الاي نورتون، اي نورتون قانون ثابت يقول لك في ثيفنين على ار ثيفنين تساوي سالب 8 على 4 تساوي سالب 2 امبير. صلى الله وبارك.